السجاره. سيدتي الوزيرتين محترمتين، السيده رئيسه منظمه نساء حزب الاصاله والمعاصره، السيد رئيس الفريق، السادة ممثلي هذه المنطقة العزيزة مراكش جهة من أقصاها إلى أقصاها، إن المجيء إلى مراكش يكون دائما، إن المجيء إلى مراكش دائما يكون حفل، يكون عرس، لأن من هنا انطلقت البوادر الأولى لحزب الأصالة والمعاصرة. ومن هنا بدأت الإشارات الأولى لانتصارات حزب الأصالة والمعاصرة، لا على مستوى المعارضة ولا على مستوى الحركات التصحيحية ولا على مستوى الحكومي، والتي استطاع حزب الأصالة والمعاصرة يحقق نتائج يكون في قلب العملية السياسية الرسمية والحكومية، فهنيئا لكم أهل مراكش. جئناكم اليوم لأننا عندنا طموح أكبر، وقلنا أننا نتيمن دائما بمراكش، فجئنا لنأخذ دعواتكم ودعمكم، لأننا في معركة ستكون طويلة الأمد ولكننا سننتصر فيها ليحتل حزبنا المرتبة الأولى. ففي مراكش هو الذي يكون له الشرف مرة أخرى لدعم هذه العملية وهذه الانتصارات. حزبكم أصبح الآن أيها السادة أيها السيدات في قلب القرار السياسي، وحزبكم أصبح الآن الضامن لاستمرارية التضامن الحكومي، وحزبكم أصبح الآن لا يمكن أحد كيفما كان موقعه أن يعتبره خارج العملية الانتخابية أو السياسية كما يظنون البعض أو كما قرر البعض في 2011. أصبحنا الآن جزء لا يتجزأ من القرار، ونسير أجمل مدينة وأروع مدينة في المغرب التي هي مراكش. الحمراء التي بخجلها تصبح حمراء دائما، لكن كذلك النموذج في التسيير البلدي من خلال السيدة الرئيسة فاطمة زهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني. أولا اسمحوا لي أن أشكركم جميعا، من اتصل بي أو من كاتبني أو من سأل عني عن حالتي الصحية، فيبدو أننا هرمنا، ولكن الحزب شاب ويجب أن نفكر في قيادة شابة تقوده نحو الأفضل نحو المستقبل، فنحن نؤمن بالشباب، نريد الشباب، سنتحمل هذه الأمانة إلى أن نعطيها لمن له الشرعية ولمن يستحقها مستقبلا، وأتمنى لهذا الحزب الذي هو حزبنا مستقبل أحسن وأفضل، فقد انطلقنا كالمارد ولن يوقفنا أحد. لذلك نشكركم كل من سأل عن حالتنا الصحية، والحمد لله نحن نتقبل الأقدار ونؤمن بالله وأقداره، ونشكره على ما حبنا به، وإذا بأننا مؤمنين فإن المؤمن مصاب، وأن الآخرون يعتقدون غير ذلك فإن كيدهم في نحورهم. نحن في حزب الأصالة والمعاصرة في بين اللقاء الأول الذي كان في مراكش الآن، وقت ما صار كثير من الماء تحت الجسر، وقمنا بجميع كثير من التغييرات. فاسمحوا لي أولا أن أبدأ من الأول. نحن حينما قرر المجلس الوطني وقررت القيادة الحزبية أن تدخل الحكومة، لن أخفي سرا، كان النقاش في القيادة عميق ومعقد. خرجنا من القيادة واستشرنا ناس وجلسنا، هل ندخل هذه التجربة الحكومية أم لا ندخلها؟ كنا في المعارضة منذ 2000، نحن في المعارضة وعشنا 2011 معارك في البرلمان إلى غير ذلك، وكان النقاش هل ندخل إلى الحكومة أم لا ندخل الحكومة؟ استخلصنا في الأخير إلى أن الشعب المغربي حينما صوت علينا وأعطانا المرتبة الثانية، فيجب أن نكون في مستوى المسؤولية
وأن ندخل لهذه الحكومة ونقوم بدورها، ولكن اشترطنا شيئين. اشترطنا أن ندخل لهذه الحكومة أن نتعامل بداخلها ومعها بالصدق، وأن نقدم كل ما يمكن تقديمه للشعب المغربي العظيم، لأن هذا الشعب يستحق أن تقدم له خدمات، ويستحق أن يعمل معه الإنسان. لذلك هذا القرار كان معقدا، كان كبيرا جدا. قررنا أن ندخل الحكومة وفتحنا حوار، واتخذنا قرارا ثانيا هو أن يكون داخل الحكومة مناضلون ومثقفون وأطر الحزب. ولكن إذا كنا لا نملك مسؤولين حزبيين لهم إلمام بمجال من المجالات أن نستعين بالأطر المغربية، لأن كل شاب مغربي وكل مواطن مغربي كان في الحزب أو لم يكن له الحق أن يتحمل المسؤولية الوزارية داخل هذا الوطن. المسؤولية الوزارية حكر على الكفاءة وحكر على القدرة على الاهتمام بقضايا الناس. لذلك كنا منفتحين وليس منغلقين. نحن لم نتعامل مع الحكومة ككعكة، تعاملنا مع الحكومة كمسؤولية، تعاملنا مع الحكومة كصدق، تعاملنا مع الحكومة كأخلاق للمغاربة. لذلك كانت لنا نقاشات مع السيد رئيس الحكومة، وقلنا له بالوضوح ما سأقوله اليوم، قلنا له سنكون صادقين ونتمنى أن يكون الآخرين صادقين معنا. قلنا له لن نتأمر عليك ولا نريد أن يتأمر علينا. قلنا له أن المجال الحكومي ليس مجالا للصراع، هو مجال لتقديم الخدمات والاهتمام بقضايا المواطنين. وقلنا له سندعم إلى آخر لحظة من دقائق هذه الحكومة وسنتحمل مسؤوليتنا، وما زلنا كذلك. وقلنا سنبدي برأينا لكم بالصدق وبصراحة وبشجاعة. وفعلا كانت لنا لقاءات، لا في اجتماعات أغلبية ولا في اللقاءات، دائما كنا نقول بوضوح، لأننا حزب أولا مستقل، ثم حزب له مكانته، ثم حزب الثاني في الانتخابات، ثم كذلك حزب له وزراء وله سيدون. لذلك أنا أقول من هذا الموقع، إذا أبدينا برأينا وقدمنا ملاحظة فهذا يدخل في التعامل بصدق مع السيد رئيس الحكومة ومع أعضاء الحكومة، ولكننا سنظل ندعم السيد رئيس الحكومة وندافع عن سنستمر. لن نحول الحكومة، مجال الحكومي، إلى حلبة للصراع على حساب مصالح المواطنين. لن ندخل في صراعات وقضايا الناس وقراراتهم والقوانين تنتظر. سنعطي رأينا ولكننا سندعم الاستمرارية في التنفيذ. نبدي برأينا ونحترم في الأخير القرار النهائي ونمارس الآن. فنحن حزب مستقل ونبدي برأينا في بعض القضايا بصدق، ولكن هذا لا يعني أو البعض لا يفهم بأن هذه هي الممارسة الديمقراطية. نحن ملتزمون بالبرنامج الحكومي، ملتزمون بالميثاق الأغلبية، ملتزمون بالقبول الأول الذي قدمناه السيد رئيس الحكومة الذي نقيم له الاحترام. ولكن ما لم يفهمه الآخرون بأنه دستور 2011 ليس دستور الذي قبلها والدساتير التي قبلها. الدساتير التي قبلها كان رئيس الحكومة ينسق العمل الحكومي، لم يعد رئيس الحكومة ينسق العمل الحكومي بالشكل الذي كان يفهم في الدساتير السابقة. الآن رئيس الحكومة يملك سلطات السلطة التنظيمية، يعني أنه يملك جميع سلطات الحكومة ويفوضها للوزراء حسب القطاعات وفقا لرؤيته لتفويض العمل الحكومي. نحن يفوض لنا رئيس الحكومة السلطات وفقا للدستور، يقترحنا على جلالة الملك وجلالة الملك يعيننا والبرلمان ينصبنا، ولكن حتى نكون متفاهمين نحن نشتغل تحت تفويض للسيد رئيس الحكومة. لذلك نحترم هذا التفويض ونحترم حدودنا في التفويض على مستوى العمل الحكومي وعلى المستوى السياسي نعبر عن رأينا، ونقيم كل الاحترام للسيد رئيس الحكومة وأنا أكبر فيه. ولن أنسى التفاتته لما كتبت الصحافة بشكل سيء وسيء النية، بل هناك أحزاب كان عندها نوع من الفراغ الفكري ومن الجفاف الفكري، أنها جعلت من هذه الجملة بياناً رسمياً لها. أقول اتصل بي السيد رئيس الحكومة
وفتحنا معنا الحوار وناقشنا النقاط والملاحظات، وجدنا في بعضها أننا نحن أخطأنا، وجدنا في الآخر أنه يمكن أن يصححها، وانتهى الموضوع وطوي الموضوع ونشتغل كما نشتغل. لذلك تأكدوا أن حزبكم ما زال وسيستمر في الأغلبية الحكومية لتقديم خدماته لهذا الشعب. تأكدوا أن حكومتنا ستشتغل بهدوء، بنقاش، باختلاف، لكن بوحدة وبصمود. تأكدوا كذلك أن تلك الصحافة التي تزمر عن انسحابنا من الحكومة وحتى عن إعفاء بعض من وزرائنا أنها تحلم بكوابيس وتريد تلك الكوابيس أن ترميها على حزب الأنصار والمعاصر. يكتبون كما يريدون. لاحظنا أن أكثر من 400 مقال يتحدث عن إعفاء أحد وزراء حزب الأنصار والمعاصر منذ أصبحنا منذ سنة ونصف. 400 مقال كتب على أنه سيتم إعفاء وزير من الوزراء. طبعا كان لطيف بي نصيب كبير في هذه الإعفاء، ولكنني سأجلس على قلوبهم. سأطلب من الله عز وجل أن يمدد من عمري إذا كان ذلك حتى تنتهي هذه الحكومة، لأموت وأنا أقول لهم لقد استمريت وسنستمر. أنا فخور بوزرائنا، فخور بوزيراتنا التي تركهم أمامكم شباب يملكون الثقافة ويملكون القدرة على الإدارة ويملكون القدرة على مواجهة الملفات، وفوق هذا وذاك هم أجمل الوزيرات. سأعود إلى موضوع آخر. نحن أسسنا منظمة المرأة القامية، وكان عرس سياسي جميل جدا. جاءت المرأة ونظمت نفسها وسيرت نفسها، وخلقنا تنظيما له أبعاد جهوية للمرأة. وأنا أقول لكم، وخرجت من المستشفى مباشرة على قاعة المؤتمرات وألقيت كلمة، لأنه لا يريدني أن يفوتني ذلك اللقاء الجميل مع نساء حزب الأنصار والمعاصر. وأنا أقول لكم من هنا ومن خلالكم، أقول للمرأة المغربية إننا في هذا الحزب سندافع عن المساواة وسندافع عن الحريات، وسنعطي للمرأة دورا تاريخيا واقتصاديا واجتماعيا، وسنمنع تهميشها، وسندافع من أجل تغيير القوانين، وسنقوم بذلك كله. لأن المرأة زغرت أولا، ثم فنحن نعتبر أن المرأة أمنا وأختنا وجدتنا وعمتنا، وأول شيء نسمعه حينما تلدنا أمهاتنا هي تلك الزغروتة التي بقيت تاريخيا وترسم في مخيلتنا، وننجح في الامتحان وتزغرت أمهاتنا ونساء حينا، ونصبح موظفين وتزغرت أمهاتنا ونساء حينا، يبكين لفرحنا ويتحملن المعاناة من أجلنا ويحرفن عن حقيقته من أجل الإساءة إلينا. لا تسمعون لهم. وقولوا مع أنفسكم، قولوا مع أنفسكم: ارحموا عزيز قوم دل فقد اللغة وافتقد الكلمات. أيها السادة، حزبكم الآن هيكل نفسه، ولكن قبل أن أتكلم حزب اسمحوا لي أن أهني السيدة الرئيسة رفيدة قلوب، رئيسة المنظمة النسائية، حاضرة معنا على مسؤوليتها، وستساند حزبنا ووزراء حكومتنا في إعادة النظر في وضعية المرأة حين مسحين الوقت. والموضوع أن يقطع الحروف، كل يناقش المدونة ويطلب مني من الغد أن أغير القوانين، لنكون موضوعيا، وعليكم أن علي أن أفسر لكم دستوريا وتشريعيا هذا الموضوع. جلالة الملك نصره الله
هو صاحب القرار في المجال الديني بصفته أمير المؤمنين. ونحن من الناحية القانونية نقول أنه مجال محتكر لجلالته لا يتدخل فيه أحد، ولديه بجانبه يشتغل المجلس الأعلى العلمي. وحينما أصدر جلالته في قراره من خلال الخطاب وقال جميع إعادة النظر في المدونة، اجتهدنا نحن في وزارة العلم واجتهدت المؤسسات وجمعية المجتمع المدني. هذا القرار هو قرار التغيير، ولكن مسطرة التغيير هل ستقوم بها مؤسسة دون أخرى وهو ملف مجتمعي يعود إلى جلالته؟ هو الذي سيحدد المسطرة وهو الذي سيحدد الشريعة. وأنتم رأيتم في السنوات الفارطة حينما كانوا تعدل القوانين كيف جلالة الملك حدد المسطرة وعين من سيقوم بهذه التغيير. نحن سنكون مساهمين، سندافع عن وجهة نظرنا، سنحاول أن نساهم بشكل إيجابي، وكوزارة العدل سنقف لمناقشة هذا الموضوع، ولكننا لن يمكن أن يكون ذلك لأن الموضوع موضوع مجتمعي، موضوع ديني لا تحتكره وزارة العدل دون غيرها. نحتاج إلى قرار لجلالته وسيصدره في الوقت الذي يراه مناسبا وبالشكل الذي يراه مناسبا معه بما يملكه من سلطات دستورية في المجال الديني لنبدأ مناقشة هذا الموضوع. لذلك ليس هناك تأخير، الكل يشتغل، وأنا توسطت بتقارير متعددة وباقتراحات متعددة من المنظمات النسائية الوطنية التي أحييها، التي قدمت حلول وقدمت اقتراحات وقدمت عدة تصورات، ولكن العمل السياسي تحت سلطة رئيس الدولة التي هو جلالة الملك يحتاج إلى قرارات من جلالته في مواضيع مثل هذه. والحمد لله أن جلالة الملك أمير المؤمنين يحتكر المجال الديني وينظم المجال الديني، وإلا أصبحنا أمام عدة شيوخ وفتاوى، ضرب على اليمين وضرب على اليسار. وأنا أقول لكم أن صوت كثير من الدول العربية والإفريقية، نحن محظوظون بهذه الوضعية السياسية. على الأقل أنجدنا من تلك الصراعات الدينية التي تعتمد على المصالح وعلى المواقع السياسية. لذلك نحن حينما سيأذن جلالة الملك لبداية مسطرة التشريع سنكون مستعدين لتقديم هذا العمل ولتقديم هذه الخدمة للمرأة المغربية تحت إشراف جلالته باعتباره رئيس الدولة وأميرا للمؤمنين. لذلك ليس هناك تأخير، هناك عمل هادئ وعمل ينتظر وقته ليصبح كاملا. أريد أن أعود لموضوع ثالث إذا سمحتم. ربما سمعتم كثير من القرارات، الغريب في الأمر أن هذه القرارات التأديبية والنظرية تنسب إلى الأمين العام. هذا ليس عندي مشكلة، أنا أمين عام وأتحمل مسؤولية القرارات التأديبية كيفما كانت خاطئة أو صحيحة. نحن اتخذنا قرارات في كثير من الأشخاص أعضاء الحزب لأننا نؤمن أن الحزب يعلو على الأشخاص وليس هناك أي شخص فوق الحزب. هناك الحزب، هناك التنظيمات، وهناك الانتماء لهذا الحزب، وأي شخص يعتبر نفسه أنه مصيري لهذا الحزب أو يعتبر نفسه أنه فوق قرارات الحزب أو يعتبر نفسه أنه يمكن أن يؤثر من موقعه على القرارات التي يقيمها المكتب السياسي أو يعتقد أنه يملك أشخاصا أو يملك قوة، عليه أن ينتحر لأنه لا مكانة له في الحزب. منذ أن أصبحت أمين العام واشتغلت مع إخوتي في المكتب السياسي ونحن نعيد هيكلة هذا الحزب، عقدنا مؤتمرات نسائية، عقدنا مؤتمرات جهوية، عقدنا مؤتمرات محلية، ونحن نتجه الآن إلى عقد المؤتمرات الثلاثة الباقية، الدار البيضاء ودرعة فلات، لننهي هذا الموضوع، وسنعقد مجلسا لمناضلي حزب في الخارج أو مغاربة العالم، وسنعقد مؤتمرا المؤتمرات الجهوية للمنتخبين، وسنكون الهيئة الوطنية للمنتخبين في شهر 10 أكتوبر، وكذلك سنؤسس الهيئة الوطنية للمنتخبات داخل هذا الحزب. سنستمر ولن نقبل أي كان
أن يعتبر نفسه أنه يمكن أن يتخذ قرار ضد في الحزب. وأي شخص يريد أن يكون أو يعطي لنفسه هذه الصفة عليه أن يبحث عن مكان آخر، فلا مكان له في حزب الأصالة والمعاصرة. نريد لهذا الحزب أن تكون له تنظيمات، وأن تكون له قرارات، وأن تكون له استقلالية. لهذا نحن لا نتدخل في أعمال الأحزاب الأخرى، ولن نقبل أن يتدخل أحدا في حزبنا، وكيفما كان الشخص، وكيفما كان موقعه. المكتب السياسي هو أعلى صاحب أعلى قرار سياسي، سنتخذ القرار وسنتحمل فيه مسؤوليتنا. من أراد أراد ومن لم يريد ما يريد، فالحزب فوق الجميع، والتنظيم الحزبي هو الذي يقرر. أيها السادة والسيدات، نحن في القريب العاجل سنعقد اجتماع المجلس الوطني. اجتماع الوطني سنقرر فيه تاريخ المؤتمر ومكان المؤتمر الوطني. وسيلتقي الإخوة المناضلين في المؤتمر لمناقشة التوجهات العامة بعد دخولنا إلى الحكومة. ثم سيكون أول مؤتمر بعد دخولنا في الأغلبية الحكومية. وكذلك سينتخبون القيادة الحزبية. وسنفتح المجال للجميع، وسننشر مذكرة على كيفية الترشيح في المجلس الوطني وكيفية الترشيح على مستوى القيادة. وسنؤسس اللجنة التحضيرية، وسنشتغل، لأننا بقى في شهر يناير سننهي 4 سنوات، ونريد أن نعقد المؤتمر في 4 سنوات الموالية. نريد أن نلتزم بالجدول الزمني للحزب. نريد أن نحترم الآجالات القانونية للحزب. وأنذاك سنعقد هذا المؤتمر، وأنذاك سيكون لكل ذي حق حقه، وأنذاك سنحاول أن نحقق المناصفة داخل المجلس الوطني وداخل قيادات المكتب السياسي. سنقوم بذلك، وسنكون نموذج لجميع الأحزاب لطريقة تعاملنا في هذا المؤتمر. لذلك نحن نستعد، وفي الشهر بين شهر 10 وشهر نوفمبر سنعقد المؤتمر الوطني لشبيبة حزب الأصالة والمعاصرة. إذا كما ترون لنا جدول زمني، سنقوم بذلك لأن ذلك هو دورنا. نريد أن نطرق حينما نرحل أن نترك حزبا منظما قويا ذو علاقة ديمقراطية، ويهيئ الجيل الحالي، الجيل المستقبل. وأنا أقول لكم حلمي أن أعطي فرصة للجيل التي سيأتي. كثير من شيوخنا قدموا الكثير، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الجنوب. نريد من الشيوخ أن يتواروا إلى الوراء، لأننا الآن نحن جئنا قبل الإنترنت، والآن سيأتي جيل بعد الإنترنت. وهؤلاء لهم طموحات أخرى، ولهم أفكار أخرى، ولهم تصورات أخرى، ويجب أن نعطيهم هذا الدور. وهذا الدور لم يبقى لهم من طرفهم، نحن من يجب أن نتحمل المسؤولية ونقدم هذا الدور. أن نترفع عن أنانيتنا، وأن نترفع عن رغبتنا في التحكم بالسلطة، من أجل بناء حزب شاب. مستقبل حزب الأصالة والمعاصرة هو مستقبل لن يتم إلا بناء على إعطاء دور الشباب والشابات في هذا الحزب، وأنا أؤمن به كثيرا. أيها السادة، أنا أشعر بضغط نفسي كبير، لأن مراكش ملهمة في الخطاب ويعطيك إمكانية الكلام، وأنا لا أريد أن أثقل عليك. أنا أشكر القيادة المحلية، وأشكر القيادة الجهوية، ونحن نتمنى العافية والصحة لرئيس المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، التي تبلغكم سلامها. وأنا متأكد أن علاقتها العاطفية معكم ستتحمل مرضها وستتحمل أزمتها لتحضر معكم. أنا منتظرها كل لحظة تدخل من الباب، وأتمنى ذلك. أنني أعرف كم أنتم متشبثون بها، وكم أنتم معجبين بها، وكيف هي تشتغل بين مراكش
تشتغل بين مراكش والرباط، تتخذ قرارات كبرى في الوزارة، وتأتي إلى مراكش تتخذ قرارات كبرى بأجل ساكنة مراكش، وهي محظوظة بمراكش وأنتم محظوظون بها. لذلك أنا أهنئكم وأريد أن تصنعوا لنا مثل هذه الأطر التي تملك عاطفة حب هذا البلد وحب هذه الجهة. فأنا أنتظركم في المستقبل وأنتظركم لنشتغل كثيرا. وأشكر أخوات الوزيرات أشكر السيد الحاجات في البرلمان وعلى ما يقدمه في البرلمان. وأرجوكم ما كثيرا أو قليل كثير ما يكتب عن الحزب لا تقرأون، يلعبون بالعناوين. بعض الصحافة المأجورة تهيننا وتستعملنا، تتفتش عن بعض الأخطاء، تؤول كلامنا، تؤول مواقفنا، تخلق أخبار في بعض الأحيان. مرة كنا أتعشى أنا وسمير، وفي اللحظة نفس اللحظة صدر عنوان من إحدى الجرائد الإلكترونية: سمير يترأس مجلسا اجتماعا في مراكش الذي طاح بوجهي، وهو كان جالسا معي. ويتكلم عن مجموعة مراكش التي ستقود الدولة. إذا كانت مجموعة في مراكش فأنا رئيسها. وإذا كانت مجموعة في مراكش أنا أدعو إلى نقاش صريح وواضح. أنا أريد المواجهة الفكرية. ولكن لا أجدها، أجد اتهامات بالمساس بالدين وبأشياء أخرى. هل هناك من منازل فكريا؟ وقدمت عرضين فكريين حول الفقه الإسلامي وقضايا المرأة. من رد علي؟ شخص واحد محترم. القيادة السياسية ولا أحد. إذا كانوا لا يستطيعون الحوار فليحترموا أنفسهم على الأقل. أما من يستعمل الكلمات والجمل فأقولها أخيرا. أنا لن أضيع وقتي ووقت حزبي في الرد عن أشياء أصلا لا تهمني. وسأستمر وأقول من هذا المنبر: نحن التزمنا أن نغير القانون، سنغيره. قلنا سنقترح القوانين من الأسبوع المقبل، ستضعون في مجلس الحكومة القانون لأول مرة في تاريخ المغرب سيصدر. وأقول لكم أن أقول للمرأة من خلالكم: لقد التزمت معها وسأعمل كل ما بوسعي لأنصفها ولأغير وضعيتها، ليس فقط لأنها قناعتها، بل لأنها كذلك إرادة جلالة الملك في هذا الموضوع. وأقول للنساء المغربيات: عليكن أن تفتخرن بملككن، ملك الملك محمد السادس، يدافع المرأة ويعطيها حريتها ويريد أن ينصفها، فهنيئا لكن به.